صحة جسدي تستدعي ساعة مشي متباطئ، ولأني أستثقل وحدة خطواتي دون أنيس أو أرتاب من الذكرى في الليل بشكل خاص، أن تثقب رأسي كرصاصة قناص أنتظر الباص. حمراء لها ما للبيت الآهل من دفء وضجيج ونيون، يؤنسني فيها وجه الإنسان بفعل فرادته، الوجه الخام الغافل عما يعتمل وراء قناعه، والوجه المرآة الكاشف عن أسرار مسرته أو أوجاعه.